يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم من أطيب الحلويات والكل بحبها، هي حلاوة الجبن. لتعرفي كل التفاصيل تابعوا الفيديو للآخر، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وتعملوا شير ليوصل الفيديو لأكبر عدد من العالم. لتحضير القطر نحتاج لكوب ونص من السكر، ضيف عليه أقل من كوب من الماء. القطر لازم يكون تقيل مو خفيف. منخلي السكر يدوب لحاله، بعد ما يغلى منضيف عليه ملعقة من عصير الليمون الحامض، وآخر شي منضيف ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا، بتعطي نكهة كتير لذيذة للقطر. نترك القطر على جنب لحتى يبرد. لتحضير القشطة نحتاج لليتر من الحليب 1000 ملي، بعد ما يسخن الحليب نضيف ربع كوب من الخل الأبيض 60 ملل، وبعد ما تتكون عنا قطع القشطة نترك الحليب لحتى يغلى. ناخد نصفة تكون ناعمة وبنوضع فيها القشطة، بنحاول نفصل القشطة عن الماء بهذا الشكل. صارت عند القشطة جاهزة، نوضعها بوعاء ونخليها على جنب لحتى تبرد. ولتحضير القشطة نحتاج لكوب من الحليب، ضيف عليه ملعقتين كبار من السميد الناعم، وملعقتين كبار من نشاء الذرة، ملعقتين كبار من السكر. السكر ذوق شخصي، فيكن تتحكموا انتو بالكمية. بقلب المزيج لحتى يتماسك. واخر شي بضيف عليه علبة من القشطة، ضيفوها بالاخر لحتى تضل النكهة فيها. بقلب المكونات كلها كتير منيح مع بعض. بإمكانكم إضافة ملعقة كبيرة من ماء الزهر. وبهيك صارت عند القشطة جاهزة، نسكبها بوعاء. نضيف عليها القشطة اللي حضرتها من الحليب، بقلبهم كتير منيح مع بعض. بهيك صارت عندي القشطة جاهزة، نوضعها على جنب لحتى تبرد تماما. لتحضير عجينة حلاوة الجبن نحتاج لثلاث أكواب من الماء، أنا استخدمت الماء الساخن. ضيف عليهم نص كوب من السكر، بقلب لحتى يدوب السكر. ضيف عليهم كوب ونص من السميد، انا استخدمت السميد الناعم، استخدموا حصرا السميد الناعم، بساعدكم ان العجينة تكون عنا طرية متماسكة. مستمر بالتقليب لحتى ما تظهر عنا تكتلات. ضيف عليهم 600 جرام من جبنة الموتزاريلا الغير مملحة، بقلب الجبنة لحتى تدوب تماما.
نرفع المزيج بهذا الشكل، نتأكد أن العجينة صارت على مطاطية. نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الفانيليا، اللي بحب نكهة ماء الزهر فيه يضيف ربع كوب. بهذا الشكل صارت عندي العجينة جاهزة، خليها تبرد 10 دقايق مشان ما تحرق لنا ايدينا اثناء التشكيل. هيك بعد ما بردت القشطة صارت معنا طرية ومتماسكة. هلأ للتشكيل نحتاج قطعة من النايلون، لا تستغنوا عن النايلون بيساعدكم بالتشكيل. بدهن النايلون بالقطر، ندهن ايدينا كمان بالقطر، بيساعدنا انه ما تلزق العجينة. باخذ قطعة من العجينة وبفردها مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو. العجينة ما لازم تكون سميكة كتير، هلأ أضيف كمية من القشطة. شكل العجينة على شكل رول. نزيد الكمية الزايدة عنا، بنحاول نكرب الرول كتير منيح لحتى يطلع متماسك. بسكر الجوانب، وبهيك صارت عنا جاهزة. نوضعها على صينية، أنا عملت أحجام مختلفة من الرول، فيكن تتحكموا يكون تخين أو رفيع مثل ما نحن شايفين. بهيك أنا خلصت كل الكمية عنا، نوضعها بالتلاجة لحتى تبرد. وهون بعد ما قطعتها نضيف عليها القطر، القطر لازم يكون بارد. نزينها بالفستق والحلب الناعم، هون مثل ما شايفين شوفوا القطعة. الشكل كتير حلو والطعم كتير لذيذ، صراحة أطيب من الجاهز.
اتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. اذا حابين تشوفوني بفيديوهات جديدة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شي جديد. ألف صحة وهنا.